مع فوز هايدي بالمرتبة الأولى الأسبوع الماضي بالتوب 5، فتحت أبواب الأكاديمية لأول مرة هالموسم للسفر واكتشاف بلد جديد. انطلقت هايدي برحلتها على موسكو، عاصمة روسيا، بلد الأحلام والفنون. من لحظة وصولها ما ضيعت ولا لحظة قبل ما تبتدي باكتشاف هالمدينة. انسحرت هايدي بجمال موسكو شوارعها. كل شارع بيخبر قصة وكل مبنى بجسد تاريخ عريق. وبقي ليل موسكو ساحر هايدي بألوانه وإضاءته لساعات متأخرة. باليوم الثاني بدأ نهار هايدي بجولة على أهم المعالم التاريخية، فزارت حدائق الإمبراطور ألكسندر. وبرد روسيا مش هيوقفنا عن أي حاجة، يلا تعالوا معي. كان ممكن ما تكتشف أهم ساحة بالمدينة، الساحة الحمراء، وتزور الكرملين، المعلم اللي صار رمز لهالمدينة. هناك لقيت هايدي مشجعين لها من الشباب الروس وأطفال رح يصيروا بيوم من الأيام من جنود الكرملين. رجعت هايدي بالزمن لورا بزيارة قامت فيها للمتحف الوطني، وتعرفت على تاريخ روسيا العريق من خلال كل ما تبقى من هالزمن الجميل. الحاجات دي أنا بعشق الحاجات التاريخية. وما كان ممكن تتعرف على تاريخ روسيا وما تتذوق الأطباق التقليدية لهالشعب. عارفين دي ايه؟ دي رنج على فكرة، ضحكين عليهم. حاجات شكلها غريب بس طعمها حلو يا جماعة والله. تاريخ هالمدينة مجسد بكل أروقتها، وهالحضارة موجودة حتى بمحطات المترو اللي هي شبه متاحف بهندستها وضخامتها. بموسكو تعرفت هايدي على صديق جديد، منقدم لكم ماشا. وحب هايدي للحيوانات أخذها بزيارة لحديقة الحيوانات. هنيك تعرفت على الدب القطبي، على الفيل، على الزرافة وكتار غيرهم. روسيا عاصمة مهمة للفنون، ما كان ممكن تغادر هايدي هالمدينة بلا مشاهدة عرض مسرحي غنائي رائس بأحد أجمل وأضخم المسارح الروسية. لختام هالرحلة تركت ذكرى باسمها واسم ستار أكاديمي على جسر من جسور هالمدينة. وهيك
خلصت رحلة هايدي بموسكو مع لحظات فرح استثنائية عاشتها بهالمدينة الغير عادية.